السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، فيديو حماسي، فيديو تشجيعي، فيديو فيه طاقة إيجابية ان شاء الله. اليوم قررنا اننا نمشيو للغابة ونتمشاو شوية، نبدلو الجو ديال الدار. المهم جينا للغابة، حنا دابا في الاول ديال الدخلة ديال الغابة. الغابة كبيرة زوينة، غابة الساكنية في مدينة قنيطرة. كما كتشوفوا احنا باقي ما دخلنا لهاش بزاف لانها كبيرة، دخلنا في البداية ولوي ان شاء الله اننا عنديرو جبنا معنا البيكالات باش نتحركوا بهم، ولما يمكن ليش هنايا في الغابة داكشي باش ما دخلتش للداخل. ولكن نخليكم مع هاد الاجواء ديال الغابة، زوينة بزاف الطبيعة. كاينين الناس، كاينين الداخل، كاين واحد البارك دو جو ديال الاطفال، الناس تجيبوا وليداتهم كيزيدوا للداخل كيجلسوا باش يبقاو مقابلين بيداتكم. كاين اللي جاي برداتو، انا كتشوفوا راه كاين واحد راد دخان كيبالكم، الناس كيطيبوا البيض ديالهم. الناس كاينين داخل، المهم هذه الدخله ديالها من جهه، المهم هي قريبه للديور. كاين انا بالنسبه لي انا بعيده عليا شويه، ولكن المهم هي قريبه للديور بزاف، جايه في الوسط المدينه. غابه زوينه. المهم مشينا دابا جلسنا في واحد الكراسه شويه ناكلو شويه الرمان كما كتشوفوا نشهيتكم. المهم انتم معايا تبقاو تشوفوا الفلوق كيدوز. هنا كما كتشوفوا كاينين الخفان، عمرك تنسوا منكم كما كتشوفوا هذوك الزرقيه راه ديور، زرقيه وحموريه خضريه راه ديور لتحت راه يبانوا لك. الناس عاد باقيين جايين، حنا لقيت دابا اللي مشينا ديك الساعه كانت الظهر، لقيت ديال الوحده ونص. الناس باقيين عاد كيجيو، وكاينين اللي جاوا في الصباح بكري ويتغداو في ديورهم. بحال هاد الناس جاو لعبو، المهم لعبو شبعو لعبو وراجعين لديورهم يتغداو. انتما كيما كتشوفو الغابة غزالة طبيعة هنا. سمحولي على التزعزيع ديال الكاميرا، انا كنحطها مكتزكاش. انتما كيما كتشوفو غابة زوينة وكبيرة بزاف. المهم خليكم مع الطبيعة الزوينة، منظر رائع الله. انتما كيما كتشوفو انايا تنستمتع بالطبيعة، و بغيتكم نتوما تستمتعو بيها. شوف كيداز تبارك الله، كان سحاب شوية السما، صفات صورت لكم الزرقية ديال السماء الخضرية ديال الأشجار، ما شاء الله سبحان الله. شوف منظر رائع. هادو الناس كي لي جاو دارو سبور و راجعين حالاتهم. هنا كما قلت لكم ما دخلتش لداخل لان مع البيكالات جبناهم ما نقدرش نمشي، كاين بلايص اللي فيهم التراب والرمله ما يمكنناش ندوزو عند الدب وعند المشكل ديال الظهر. هنايا البلاصه في باش غنمشيو هانتوما كما كتشوفوا الناس راهما هانتوما كنقرب لكم، الناس راه كيوجدو بداتهم. كاين اللي ما كيبغيش هذاك الزحام، ما كيبغيش هذاك الدرجه، كيجي كيطرف على الناس كيبقى مطرب عليهم. مره اخرى ان شاء الله انا ما نكونش ديت حاجه، نمشي نتمشى ولا ندير سبور ونصور لكم الداخل ديالها. هنا صافي ندنا، سمحوا لي على التصوير لان لصقت التليفون في البيكاله شاده هذيك. دابا نهزها
يبانكم مزيان. كما كيما كتشوفوا ما تهدروليش بكالتي هنا انا بنتي وزوج ديالي. المهم هنا يتحركنا باش نمشيو لبلاصه اخرى وكاين عندنا ندرب شويه على البكاله. كما كيما كتشوفوا احنا غاديين. مرحبا بكم معايا ونتمنى يعجبكم الفيديو. هنايا وصلنا لهاد الخرجة ديال حيت كاين ثلاثة ديال البنات ديال الغطاء. هنايا كاينين الرجال كيلعبوا ديك البولينغ على ما كنظلمو. البنات ديك الكرة الحديدية شوفوا لي هذه الصحيحة واش البولينغ ولا عندها شي سمية أخرى صحوها لي في الكومنتيرات. هنايا كاين هاد الدخلة ديال الغابة. كاين دخلة أخرى في الاتجاه فين وريتكم وكاين دخلة اللور. المهم كاينين بزاف المداخل اللي قريبة لشي اتجاه كيدخل. المهم دابا غنمشيو للبلاصة اللي قلت لكم واحد الجزيئة فيها شانطي. هنايا جينا لهاد البلاصة لأن ما فيهاش الديور. المهم الجزيئة بقى ما فيهاش لا ديور والو وما فيهاش هذا ما فيهاش طوموبيلات كيتمشوا بزاف. أنني علقة راحتي باش ندرب فيها شوية البكالة. معايا انا باقا منتشجعش نمشي لوسط الشانطي لا بيسكليت. المهم هنايا كندرب فيها. ايوا المهم مضحكوش عليا و شجعوني قالك هانتوما متحكروش بكالتي. بكالتي راه تبارك الله هزتني ما شاء الله وغلب وحقرت عليها انا. المهم المهم انا كنشجعكم ان شاء الله باش نتوما اللي كيبغي يدير شي حاجه يديرها ما يعقش وما ما يقولش لا انا كبير بلا هذه. الحمد لله والله القسم انا عاد تعلمت البيكالا دابا تقريبا هذه ثالث مره كنركب فيها وكنتريني بها واخا كبرت كيقول لك. هنايا جيت نقول لكم بلا بنتي بغات دير معايا مسابقه نتا خويا انا وياها. نتمنى تشوفوا وتحكموا علينا ونشوفوا شكون اللي غيسبق. واخا انا بيكالتي شويه ثقيله وهي خفيفه ما شاء الله عليها. الدراري ماشي الصغار ماشي بحال الكبار تيكونوا شويه جريئين في الحاجه وكيكون تبارك الله كيستوعبوا دغيا. انتما كيما كتشوفوا رانا كنتسابق عاطيه جهدي كثر ولكن بيكالا ما مساعدانيش. المهم كتبوا لي تعليقات. المهم الى عجبكم الفيديو كيف جاكم وكي جيتكم انا في اللعب واش كنعرف ولا ما كنعرفش. المهم بكالا زويونه وصغيره وكيوت غلبت عليها ولكن ما عرفتش واش نقدر نركب الكبر منها ما نعرف. المهم هذه دابا كالاخ ديالي جابها وكنا ندرب فيها راني ماشي مشكل. هنايا شويه بالخصوص انني انا ما كنبغيش عيا معايا زوج ديالي باش يطلع داك الكرسي ديال البكاله وما خليتوش يعني كنخاف نطيح وما نلقاش الارض حدايا. كنبغي نحط رجلي كما شفتو انا حطيت رجلي دغيا قص الارض انا باش يكون ما خدمش. باقي عندي داك التخوف حيت هنا هاد البلاصه دابا راه كي اللي في هذاك الفوتو ايكول سيارة التعليم يجيو حتى لهنايا. اذا ما كيكونش فيها بزاف ديال المشي والمجي. انا واخده راحتي في هذا الشانطي. المهم بقاو معنا وباقي المفاجآت في الاخر. تفرجوا في الفيديو فيديو زوين تحفيزي نتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا الزوج ديالي كيدور الكاميرا ما تحطاتش مزيان. المهم اعتذر على ما تشوفوش في الجنب شوفوا غير القدام. اعتذر على المناظر الجانبيه. هنا كما كتشوفوا تبارك الله بنتي راها سبقاتني. انا باقا كنشوف في الرواية كنت
كتبغي تحل تبلوكا بعد المرات كتقلي والركابي ديالي كيبقاو يحرقوا عليه، ما عرفتش واش انا شربت ولا البيكالا اللي شويه ثقيله. وعطي مده طويله ما درناش سبور، ما خرجنا، ما تحركنا مع هذا الكونفينمون. الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ويشافي كل مريض. دابا هنايا ركبت الكاميرا في التليفون في هذا، ركبته في البيكالا وغنتمشى بكم. تنسق بكم الله يستر. يا بسم الله توكلنا على الله، رايح الطريق خاويه كشي زعما. هنا الهبطة، الهبطة الهبطة نرخيو بيدال شوية ونزيرو الفرن واحد شوية هنا شوية راجل. سمحوا لي على التصوير لأن في طلنت معكم تبقى تهدوج شي يمين ويسار، أنا واخذة راحتي في هاد الشنطي. نمشي للشانطي الكبير ما نقدرش، ما غنزهمش ولكن نحاول 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 ان شاء الله. وي 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 هاد اللعاب تلعب شويه حلوه وانا سارتاح علينا. يلا عندي كل شيء في الشنطه شويه 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 تنتع اللعاب شويه. نحاول نجي تاع البلاصه